حياكم الله متابعين صفحة اليوفنتوس. أنا الدكتورة دلال مبارك المطيري، استشاري أمراض الجلدية من الكويت. بكلمكم اليوم عن أحد الأمراض الجلدية الشائعة اللي هو جلد الدجاجة، أو ما يسمى علميا اللي هو كيراتوسيس بايلاريس. هو يظهر على شكل تكون حبوب خشنة صاحبة بعض الأحيان احمرار. أكثر الأماكن اللي تصيبها اللي هي الأكتاف من فوق ومنطقة الأفخاذ، هي أكثر شيء تضايق المريض جماليا، ما يحب شكلها. وأكثر الحالات اللي تصاحبها هي الإكزيما. يتم علاج هذه الحالات باستخدام كريمات الموضعية المرطبة اللي تحتوي على مادة اليوريا ومادة السلسلك أسد، تخفف منها بنسبة كبيرة. وأيضا في بعض الأحيان نضيف الكريمات اللي تحتوي على فيتامين ألف. وسلامتكم.